هنا دوار أولاد الكلاعي بمنطقة ريصانة الجنوبية ضواحي مدينة العرائش. في هذا الركن من البيت راحت طفلة قاصر ضحية جريمة بشعة لم تشهد المنطقة مثيلا لها من قبل. أسرة الطفلة الضحية إلى جانب أسرة الأب الجاني تحدثوا في زيارتنا إليهم عن بعض من تفاصيل المثيرة حول دواعي وأسباب إقدام الأب المتهم على قتل ابنته القاصر في جريمة هزت مشاعر ساكنة الدوار وخلفت ألما وحزنا وسط أفراد أسرة الضحية. وقعت ما حضرتش أنا عليها، هي مسكينة جات كتشكي لي، عيط لولدي، عيط للبولاصية، بنتي طايحة نعتقها نديها للطبيب، ولدي عيط للجودان. مرة الأولى ملي كان الطفلة محاورجة مع هذاك الطفل قال له هاش دارت لي ماها، هاش دارت لي ماها، ولات في الاخر مني مضروبه، شافت بنتها مضروبه، جابت له قالت له اعتقني اعتقني، عيط للبولاصيه ندي بنتي للطبيب، سطايحه، عيط ولدي عيط لها البولاصيه. جات مني جات البولاصيه وهنا هضر معاه ما عرفت انا شنو هو قال له، وتجاوز دار ميا شبروه، كان غادي بالغلم يصونها، راه كيبيت واحد رفينا دا قال يصونها، قال هو هارب هارب، قال لهم انا ما هاربش انا عند انت بتعاغل من صونها، وانا جي عندكم، ولهم ما شبروه وجابوه لهنا وقالوا له كيوقع كيطرى هضر معاهم، هو راه هضر. قال لك اسيدي وقع شي سوء تفاهم هنا بين البنت والام ديالها، ومن بعد داكشي هذاك الام غوتت الراجل ديالها، وملي جا الراجل وقع اللي وقع. هادشي اللي كنسمعوا حنا مع جميع الناس هنا الحمد لله. ما انا بالضبط انا نهار التين في الصباح عاد توصلت بالخبر وجيت مدينه العرائش، جيت لهاد الدوار هذا وما التحقت انا لا بالجوتا ولا برجال الدرك ولا الناس مسؤولين ولا حتى شي واحد. اللي كنسمع مع جميع الناس انا بحال مثلا مرات جدي هذه فحال هاد العائلات هادو اللي كانوا حاضرين هنايا، اللي كيعاودونا كيقول لك اسيدي الاب شد البنت دخلها هنايا واللي وقع وقع. بالضبط انا ما شفتش بعيني باش غنقدر نقول لك بالتفاصيل مثلا شنو كاينه. وقال لك اسيدي ضربها اللي كيعاودوا مهرسه من جوج الرجلين معلقه من يد الله اعلم. انا هادشي ما اللي كنقول انا غير اللي كنسمع، والله شهد علي انا ما عالم شي وما حضر شي. ومن بعد بقى حتى هو بقى مع الغلم ديالو هنا كيراعيها هنا، والبنت مقتوله لداخل. هي هربت ماشي كانت هنا، هي كانت هاربه، هي جات طالت خصها تشرب، طلقتها خصها تشرب ووقفت هنايا هو انا لداخل، جري عليا اذا جري عليا شبرها جابها. انا كنت في العرايش لا غدا الحد، جيت انا من العرايش كان هو طلع ضربها، طلعت انا نشوف واش ضربها ولا لا، واش ميته ولا حيه، ما خلانيش ندخل، وليت في حالي، قلت لهم عيطوا للمخزن يجي ليها. باش عيطوا للمخزن يجي ليها جا بيلانسيه هي الاولى، بطا انا ما طلعتش، جات بيلانسيه وعطي لها الله وعلم شافوها ميته، خل جاو عيطوا للجدارميه عاوتاني، جاو جدارميه رفضوا بيلانسيه، جدارميه خلاو طونوبيلتهم رفضوا بيلانسيه، تبعوا بيا شدوه جابوه للدار. شنو المشكل الاساسي اللي علاش وقع هادشي هذا؟ هي تتبغي واحد الولد مندوسي، هو اغتصبها، هي مي شافت الدار خوات ورمضان ما بقات حتى شي واحد وما تيشي بها لا يحتمها وخاي لا يحتمها، بقى يجي ضغضط عليها بالليل في الوحده ديال الليل في 12 ديال الليل، تيجي ضغضط عليها هنا والوالده ديالها تتخاف. خرجت عنده الوالده ديالها ناعسه، طلعت عنده هنا الغابه الفوط، باش فاطت يماها بالليل وباش طلعت عندها لطات هي وياها في الغابه، العائله تخبعت تما هي وهي جابت بنتها ودخلت، طلعت لها نقول لها البوك هادشي اللي تتعملي هادشي، قالت لها انا هو راه اغتصبني شو شحال وانا معاه. أراضي خرجوا الدراري وخرجوا من البيت.